بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى اخيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملك المملكه المغربيه وذلك بمناسبه ذكرى ثوره الملك والشعب واعرب جلالته في البرقيه عن اطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحه والسعاده ولشعب المملكه المغربيه الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قياده جلالته الحكيمه واشاد جلالته ايده الله ورعاه بعمق العلاقات الطيبه التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو